شو أهلك؟ مرحبا نورا، كيفك وكيف الشام اليوم؟ الشام بتجنن. وانتي؟ وكون الشام كتير حلوة، أنا كتير منيحة بكون رغم كل شيء عم يصير فيها، بس أنا كتير بشوفها حلوة لساتها. وطمنينا عن باسل، كيفه وكيف أموره؟ اللي سمعنا كأنه هلأ من جديد صار في عندك أخبار جديدة. هو بسجن عدرا من 4 أيام، ما عاد عرفت أي شيء بسبب الوضع بدوما وبالشام. من شوي إجاني خبر أنه هو بخير، يعني الحمد لله، لأنه السجن عم يتعرض لضرب مؤخرا، كان من الموجودين بدوما للأسف يعني، فطمنت أنه هو بخير يعني، فهلأ صرت منيحة الحمد لله على سلامته. صديقتي، أمتى آخر مرة زرتي لباسل؟ الأحد الماضي كان 1 شباط. وكيف كان وضعه؟ ماشي حاله، كان شوي عم يعاني من شوية تعب بصحته ونفسيته شوي ما تمام، بس بيتجاوز. باسل أنا كتير عندي إيمان فيه، يعني يا ريت كل اللي بقلب السجن يكونوا مثله، يعني يا ريت. ونحن عنا إيمان بباسل وفيكي، وأنتو فعلا ال- 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 الزوج جين اللي بيعطوا كتير أمل لكتير عالم. بتخيل نورا، ببداية 2014 كنتوا قالين انكم قضيتوا 465 ساعة من زواجكم خلال 155 زيارة على المعتقل. نحن اليوم ببداية 2015، لسه عم تعدوا ساعات وزيارات؟ الحقيقة لا، ما عد عديت بال 2015، أخذت قرار اني ما عد عد. حسيت انه الناس بتعد عادة الأيام الصعبة، وأنا قررت استمتع بالأيام اللي عم عيشها وبدي بطل عد. أصعب بالحقيقة، صار بالسنين عم نعد يعني، صارت صعبة شوي، فما بدي أذكر حالي يعني، عم حاول استمتع بكل لحظة عم عيشها. عم نعيش كتير مشاعر استثنائية برغم كل شيء، بس هذا الظرف السيء عم يخلينا نعيش أشياء ما بتشبه كل حياة زوجية يعني تقليدية. إيه طبعا طبعا أكيد، على الأقل ما بتتأثروا على الطبخة يمكن. ما في مضبوط. طيب نورا، بالوضع الحالي وباسل بعيد قريب، خليني حطها بهالكلمات، شو تفاصيل حياتكم المشتركة؟ دعم أهاليكم إلكم، حياتكم الزوجية، تفاصيلها الصغيرة اللي هي بتخليكم تحسوا قراب من بعض؟ عزيزي، رح أقول لك جملة قال لي إياها البابا من كم يوم، هي آخر جملة سمعتها منه وكنت عم بستشيره بقصة بيني وبين باسل. قال لي بابا، أنت لا تفكري حالك ما عم بتعيشي مع باسل حياة زوجية مشتركة، أنت عم تعيشي حياة زوجية بأصعب صورة. الشيء اللي نحن محظوظين فيه أنه نحن حظينا بأهل، سواء أهلي أو أهل باسل، فعلا هن النعمة كتير كبيرة. كتير صعب بالنسبة لأهلي أنه أم عاشت نفس تجربتي ونطرت زوجها بالمعتقل ترجع تشجع بنتها تعيش نفس التجربة. كتير بيكون موقف نبيل، وقت أب بيوقف مع صهره بأي خلاف وبيعلم بنته كيف تروح عند زوجها وهي بأحسن حالاتها وما تحسسه بأي وجع أو ألم. بالنسبة لأمه وأبوه، هن بالنسبة لي أم وأب الحقيقة، يعني هن حماتي تحديدا، هي صديقة لإلي يعني. أنا كتير شاكرة الحياة اللي عطتني إياها. هون الشيء الثاني، بدي استغل هاي اللحظة وأحكي عن الناس اللي وقفوا معنا، ناس اللي بنعرفهم واللي ما بنعرفهم، يعني هاي العلاقة استمرت بهاي الروعة بسبب ناس كتير كانوا داعمين لإلي بكل الطرق، وقفوا معي كتير وشجعوني وأنا قوية. أنا وباسل قوايا ولساتنا نضاف من جوا، ولسه الحرب ما شوهتنا بفضل هدول الناس، فأنا كتير بدي حييهم. طبعا كتير صعب أذكر أسمائهم لأنه هنن كتير كتار. الله يخلي لك كل هالناس الطيبة حواليكي، وتستمروا هيك بالعشرة الحلوة اللي بيناتكم. والحقيقة يا نورا، أنا وكتير من اللي عم يسمعونا أكيد نتمنى من كل قلبنا أنه قريبا كتير تكون ساعات جميلة تبدأ وتقدروا تعدوها، وما يكون في أي سجون فاصلة بيناتكم. بعرف يمكن الكلام ما يكون سهل، بس لازم نحكي، فخلينا نحكي عن شيء حلو مثلكم أنتو نورا وباسل، على أمل أنه الحكي بالشيء الإيجابي يستجر كمان شيء إيجابي، وحتى كمان تكون المقابلة هدية حلوة لباسل بس يطلع قريبا. فتعي نرجع للزمن الجميل، أول ما التقيتوا، عايشين اللحظة معك، فيكي تحكي لنا شوي عن بداية حكايتكم، اللحظات اللي قضيتوها مع بعض، كيف تعرفتوا على بعض، الظروف اللي اجتمعتوا فيها، حتى اللحظة اللي قدرتي تشوفي فيها باسل بعد اختفائه لأول مرة لمدة 8 شهور. باسل اختفى 10 شهور بس للتصحيح. أنا تعرفت على باسل بدوما بتاني مظاهرة صارت بالثورة. كتير مشيت العلاقة بيناتنا بسرعة،
ما فيني أفصل باسل عن سوريا، لأنه أنا بأهم حدث بجوز بكل مساء وعم يصير بسوريا أنا عرفت باسل. ارتبطنا بسرعة كتير، خاطبنا ب 18/10، وكان المفروض موعد عرسنا يكون ب 1 نيسان 2012 بالذكرى الأولى لتعرفنا على بعض. بس باسل اعتقل ب 15 آذار 2012. طبعا كانت صدمة كتير كبيرة. أنا الحقيقة ما كانت هيك، أنا 5 شهور كنت منهارة تماما، يعني ما فيني أقوم من التخت. بعد 10 شهور، بعد 8 شهور عرفت إنه باسل صار بسجن صيدنايا، وهي كانت أسوأ من خبر اعتقاله. بعد 10 شهور بسمع صوت باسل لأول مرة على التليفون، ما كنت عم صدق إنه هاد صوته، بيقول لي أنا صرت بسجن عدرا. للوهلة الأولى وقت قال لي أنا باسل، أنا قعدت بالأرض، يعني رجعت قمت صرت وقف ونط. صاروا العالم يباركوا لي انه باسل بعذرة. رحت تاني يوم لعنده انا وامه. انا ما بكيت الحقيقه، هو وامه بكيو. ما كان بدي من الدنيا غير اني اشوفه بهذا المكان، يعني انه انا بعتبر هذا المكان هو مكان احتضن والدي سابقا بالتسعينات، واحتضن رفقاته واحتضن رفقاتي واحتضن زوجي. فانا بحبه لانه هو ورجاني الناس اللي كنت محرومه اشوفهم، اللي هن كثير غاليين على قلبي. وبعد أيام ب 7/1/2013 قررنا نتزوج بقلب السجن، وما نخلي موضوع الاعتقال يوقف بوش أحلامنا. شو كانت تفاصيل الزواج؟ هل جمعتوا حواليكم أصدقائكم؟ كان معكم حدا؟ كان في ماما وبابا وأمه وأبوه لباسل. تأخروا، كان في صديقي حسين عيسى اللي هو كتب لنا الكتاب، وخالي أيمن برازي هنا المحامين اللي عملوا عقد الزواج. تثبت الزواج بعدين من محامين تانيين، أنور البني واحد منهم. هلا رفقاتي كانوا معي بعد ما رجعت، ورفقاته اللي بالسجن كانوا معه بعد ما أنا رجعت من الزيارة. مازن درويش كان أحد اللي عملوا له احتفال، بوجه له تحية كمان لمازن، وإن شاء الله قريبا نفرح بحريتهم كلهم. والناس كلها عم تحتفل كانت بزواجنا. فيني أتخيل إنه العرس تأجل بهالطريقة ليحضروا أكبر عدد ممكن من الناس. يعني ونحن نورا كمان أكيد ناويين نعملكم عرس مطنطن، بس يطلع باسل على سوريالي مشان يسمعوا كل اللي بيسمعوا سوريالي بالعادة ويحضروا معكم فرحتكم، فبنتمنى هذا الشيء يكون كتير قريب. نورا، انتو اليوم مستمرين ببعث هدايا لبعض، يمكن باسل بيعمل لك هدايا من الخرز والخشب وصناعة يدوية، والرسائل الطويلة بيناتكم اللي بتخيل تجاوز المئات اليوم. شو يلي بيخليكم قوايا؟ كيف عم تقدروا تقووا بعض انتو الاثنين، يعني بغض النظر عن الجمعة الطيبة اللي حواليكم، هالكم الهائل ما شاء الله من الأمل، كيف عم تقدروا تصنعوا؟ نحن اثنين نتوقع انه السر بعيون بعض، هو بس يتطلع بعيوني بحس انه ما عاد في شيء بالدنيا ممكن يوقف بوشه، وانا عندي نفس الاحساس. اي تعب او وجع او بجوز ضعف بحس فيه بكفيني اني اطلع بعيونه او اسمع صوته لاتجاوز. نحن كثير مرينا بظروف صعبه وقدرنا نتجاوزها، صار عندنا ايمان كثير كبير انه الحب فعلا بيقدر يعمل معجزات. هاي رساله اللي فيني وجهها لكل حدا باي مكان بالعالم. بس بدك تحب فعلا وتآمن بهذا الحب، وقتها فيك تتجاوز كل شيء. وعم نقدر نحتفل بكل المناسبات ونتواصل مع بعض بطريقة روحية، ونقدر نكون مطمنين على بعض ولو ما في أي تواصل بيناتنا. الله يخليكم لبعض. طيب إذا عم نحكي على الذكريات الحلوة، معناتها خلينا هيك نعبي طاقة ونتذكر شغلات حلوة وترجعنا الابتسامة شوي. شو أحلى مكان كنتوا تحبوا تتمشوا فيه؟ كتير أماكن، الشام القديمة، حلو. الشعلان، هدول كتير مميزين كانوا عنا، هدول المكانين كتير حلو كتير حلو. وأحلى رسالة بعت لك إياها بغض النظر عن أي فترة كانت؟ أحلى رسالة بعت لي إياها هي بيوم عيد ميلادي، وقت قال لي اليوم أكبر في هواك عاما وكل عام وأنت وطني. هي انتشرت على الإنترنت الرسالة، اللي بيحكيها بدون ما يحكي. لم يكن لأي أيلول، لأي حرب، لأي سور أن يبعدني عن الاحتفال بك بكل ما في حبنا من ألوان، ما هيك؟ تمام. هي جزء من رسالة بعت لك إياها بعيد ميلادك بأيلول الماضي. نحن أكيد بنأمل أنه بأيلول الجاي كمان تكونوا مع بعض، وإلك الحكي وش لوش.
خلينا هلا يعني نحكي على شيء تاني ليس بعيدا عن الحب اكيد، بس لنروح من زوجك لابوكي يلي كان كمان معتقل سياسي بصغارك، وكان في هاي العلاقة الموجودة بينك وبين قضبان السجن بشكل دائم. شو بتحكي لنا نورا الطفلة عن حبها لابوها يلي كان كمان وراء القضبان، وماميتك اللي عاشت نفس ظروفك يمكن؟ الحقيقة أنا ربيت وأنا ما بتذكر شكل بابا. البابا كان ملاحق 6 سنين، ما كنت شوفه كتير، كنت أنسى شكله. وقت تلاحق كان عمري 5 سنين، وبعدين اعتقل وأنا عمري 11 سنة. كانت الفترة الأصعب والأحلى بنفس الوقت. البابا رباني وهو بالسجن، علمني كيف حب وكيف عيش وكيف فكر وهو بالسجن. أنا ما فيني أطلع اليوم بوش بابا بدون ما أشوف هذا الشبك بيني وبينه، هذا الشبك اللي ضمه للبابا بإيدي وبوسه بشفايفي. أمي كانت القديسة بالنسبة لي ولا زالت طبعا، هي اللي علمتني كيف كون زوجة وحبيبة. كنت في عندي شغلة بقولها، أنه في الحب تعلمت من والدي شغفه ومن أمي إخلاصها ومن باسل جنونه. هي الطريقة اللي عشت فيها بطفولتي، كتير حبيت أني أعيش فيها وأنا كبيرة وأنا عم أعيشها، وهذا حلم كان بصغري وقدرت أحققه بس كبرت. هل هي الظروف ساعدت انه تخلينا اليوم نحكي مع نورة المحامية؟ أكيد طبعا، أنا السبب اللي خلاني أصير محامية هو اعتقال والدي. أنا هذا السبب اللي خلاني أصير محامية. وكمحامية شو بتخبرينا اليوم عن أعداد الأزواج اللي بعد عن بعضهم بسبب الاعتقال؟ الحقيقة تجاوز العشرات الآلاف ممكن، بس الشيء اللي بتمناه إنه كل الأزواج يتعاملوا مع بعض مثل ما أنا وباسل عم نتعامل. وأنا قلبي فعلا مع كل زوجة هي ما بتعرف أي شيء عن زوجها لحد الآن. امبارح حدا بوست كتبته على صفحتي، كتير صعب إنه المرأة العاشقة تكون بعيدة بهالطريقة عن حبيبها. شعور كتير صعب، الكلمات كتير عاجزة إنها توصفه. عودة لباسل وللأمل، شو مخططين تعملوا أول ما تصيروا مع بعض بكامل الحرية؟ أول شيء بدنا نعمل عرس كتير كبير، نعزم عليه أي حدا سمع بقصتنا، وممكن نعمله بكذا مكان بالعالم. طبعا أول مكان هو دمشق. تاني شيء أكيد حلمنا نصير أب وأم. هاي أول شغلة إن شاء حابين الله. نعملها أنا وباسل. حاليا في أحلام عم نعملها، رح يطلع أول ديوان شعر لإلي بالعربي والإنجليزي، وفي كتاب عم نألفه سوا عن السجن والحرية. اخترتوا أسماء الأولاد ولا لسه؟ نحن حابين نجيب بنتين الحقيقة، واخترنا أسماءهم. الكبيرة لمى على اسم أختي، والتانية ريتا. إن شاء الله. نورة ما حطول عليك أكثر من هيك، بنأمل أكيد إنه نستضيفك أنت وباسل قريبا على سوريالي، بس من هلأ لوقتها رح أترك لك المايك تبعتي له رسالة صوتية لباسل حتى تكون مثل كبسولة زمن، ترجعوا تسمعوها بعض بعد فترة وتقولوا اسأل الله هديك الأيام. بدون ما ابكي، وانا هلا كتير مشتاقت لك وكتير مشغول بالي عليك، بدي اقول لك اني بحبك، وانه ايماني الوحيد واعتقادي الوحيد هو حبك، والشي اللي خلاني اكون مثل ما انا هلا هو حبك. ما في شي بالدنيا رح يوقف بوش هذا الحب اللي كل يوم عم يكبر. كنت بدي احكي بس عن اخر هدية هداني اياها باسل، وعن اخر هديتين انا هديتهم لباسل. هلا اخر هديه هو عمل لي اياها لوحه خرز لجيفارا، وانا هديته تاتو على ظهري اسمه، وبعيد زواجنا هديته وردتين. بس قصدي اهديه الشوك اللي على الورد مو الورد نفسه، لحتى يعرف كل ما يتطلع بهذا الشوك انه انا مستعده اتحمل اي شيء كرماله. نورا شكرا كثير لك، ما فيني اتشكرك بما فيه الكفايه، دفعة الامل اللي اعطيتيني اياها انا كشخص اليوم، ما بعرف اللي عم يسمعونا بجوز نفس الشيء اكيد، دفعة كثير عالية وغالية وكثير بقدر لك اياها، وبنتمنى نشوفك انت وباسل كثير قريب جدا، وبتمنى لكم حياة سعيدة مع بعض، والله يخليكم لبعض. أنا بدي أشكرك وأشكر راديو سوريالي على اهتمامه بقصتنا، وإن شاء الله نقدر نوصل صوتنا لكل العالم. أنا بس بدي أركز على جملة دائما بقولها، وهي حقيقة أنا عايشتها، إنه الحب فعلا بيقدر يعمل المعجزات. هاي الرسالة اللي أنا بدي أوصلها لكل حدا بالعالم بحاجة هذا الحب. أنا شخصيا لولا الحب ما كنت فيني أكون قوية. الحب هو اللي بيخلينا نعمل كل شيء ونتحدى كل شيء. أنا هاي الرسالة اللي بدي أوصلها. أكيد أكيد، شكرا كثير لك نورا، كوني بسلام. يا هلا. شو قولك؟ يعني أكيد يعجز الكلام عن الوصف
ما بنسمع يعني كنا عم نسمع سوا مستمعينا نورة غازي اللي هي أكثر من مجرد محامية. نورة هي ابنة معتقل وزوجة معتقل هو باسل الصفدي. باسل كمان خبير برمجيات، كان اهتمامه الأكبر بالبرمجيات المفتوحة المصدر ومحاولة إيصال الإنترنت لأكبر عدد من المستخدمين بسوريا. اعتقل باسل بتاريخ 15/3/2012 قبل أسبوعين من زفافه على نورة غازي. بتعرفي رنيم، اختارت مجلة فورين بوليسي الأمريكية باسل ضمن قائمتها لأهم 100 مفكر على مستوى العالم لعام 2012، وأطلقت حملات عالمية للإفراج عنه، لكن للأسف هو لليوم ما زال معتقل. المقابلة فعلا بتعطينا يعني هاي الضحكة، البنت اللي عم تضحك ضمن كل هالظروف، يعني شيء عم يعطي دافع عظيم جدا لهالمجتمع لهالعالم، يعني كلها مع كل هالمصايب وكل هالألم عم تجي يعني عم تضحك وعم تقل يعني عم تعيش حياتها. عن جد المقابلة أكثر من رائعة وأثرت فيي كتير بصراحة. لما بتآمن بالحب رح بتكون إنسان عن جد سعيد وإيجابي، والله يفرج عن زوجة كمان لنورة ووالدها. والدها طلع هو طلع؟ ايه طلع سوري. وكمان عن كل معتقلين الحرية بسوريا أكيد. أنا هون بدي أرجع عيد مقطع من رسالة باسل لنورة بعيد ميلادها، وخلينا ما ننسى إنه باسل كتب هي الرسالة وهو معتقل. يعني أنا شوفي وأنا عم بحكي فعلا يعني تلبكت فعلا من 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 قوة هالموضوع. بدي أقول إنه بدي أرجع كررها، لم يكن لأي أيلول، لأي حرب، لأي سور أن يبعدني عن الاحتفال بك بكل ما في حبنا من ألوان، منذ أن حولنا الحرب إلى حب واحتوينا العالم الذي يدخلنا بمآسيه وظلامه، فأعدنا صنعه من نور وحياة. هلأ عروة الناس يلي مثل باسل ونورة وكتيرين غيرهم أكيد، لأنه في قصص كتير هيك مرقت بخلونا نحس أنه نحن ما لنا منفصلين عن الواقع لما أكيد بنقعد بنحكي عن الحب. أكيد رنيم. شو قولك؟